السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدينا الكرام، مشاهداتنا الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الذاكرة والتاريخ. ارتأينا قبل نشر الحلقات الجديدة من النسخة الثانية من برنامجكم الذاكرة والتاريخ أن نقدم لكم في ثنايا هذه الحصة خلاصات فيما يتعلق بالحلقات السابقة. في البداية لا يفوتني أنا وطاقم القناة قناة فاس تي في آن أن نوجه لكم جزيل الشكر والامتنان على تشجيعاتكم وعلى متابعتكم وعلى تعليقاتكم ونصائحكم وتفاعلكم الإيجابي مع ما دار في حلقاتنا في برنامج الذاكرة والتاريخ. كما تعلمون برنامج الذاكرة والتاريخ برنامج يسلط الضوء على العديد من القضايا التاريخية، سواء تعلق الأمر بالقضايا التاريخية الوطنية أو الدولية. استضفنا لكم في الموسم الأول من برنامج الذاكرة والتاريخ العديد من الأساتذة والأستاذات، العديد من الشخصيات والطلبة المتخصصين في الدراسة التاريخية. تطرقنا إلى العديد من المواضيع، فكان أول موضوع تطرقنا له في الحلقة الأولى والثانية مع الأستاذ الدكتور محمد العزوزي، والذي تطرقنا فيه إلى الحديث عن الإجراءات السياسية زمن الحماية الفرنسية وكذلك وضعية الاقتصاد المغربي خلال ذات الفترة. وقد ساهم الأستاذ مساهمة طيبة في هذه الحلقة وقام بتنويرنا فيما يتعلق بهذه الفترة، سواء تعلق الأمر بالمستوى السياسي وكذلك المستوى الاقتصادي. كذلك انتقلنا في الحلقة الثالثة من برنامج الذاكرة والتاريخ للحديث عن سياسة المعارض خلال الفترة فترة الحماية الفرنسية، وأشرنا إلى دور هذه السياسة في توطيد دعائم الوجود الفرنسي خلال 44 سنة من فترة الحماية الفرنسية. ثم في الحلقة الرابعة استضفنا الدكتور المحترم حميد الرقراقي، والذي تحدث لنا عن موضوع الجذور التاريخية للظاهرة القيدية ودور القياد الكبار في تاريخ المغرب المعاصر، وأعطانا العديد من النماذج التي ساهمت بشكل كبير في تهدئة الأهالي خلال الفترة الاستعمارية، ونوجه له الشكر من هذا المنبر. انتقلنا في الحلقة الخامسة من برنامج الذاكرة والتاريخ إلى الحديث عن الوضع الصحي خلال القرن التاسع عشر والقرن العشرين مع الأستاذة سليمة العسولي، التي أفادت وأجادت وتطرقت إلى الوضع الصحي الذي كان في الفترة ما قبل الحماية وفي فترة الحماية، وكيف لعبت سياسات الحماية دورا كبيرا في القضاء على الأمراض والأوبئة التي كانت تفتك بالمجتمع المغربي. في الحلقة السادسة من النسخة الأولى من برنامج الذاكرة والتاريخ خصصناها للحديث عن العلاقات المغربية خلال العهد السعدي في الفترة الممتدة ما بين 1511 إلى حدود سنة 1603، وقد استضفنا في هذه الحلقة الطالب الباحث سفيان الزياني، الذي تحدث لنا عن العلاقة المغربية مع المشرق، العلاقة المغربية مع البلدان الأوروبية، ودور الدولة السعدية في هذه العلاقات. في الحلقة السابعة تحدثنا عن جوانب من حياة الملك الراحل محمد الخامس في ظل مرحلة أفول الحماية في الفترة الممتدة ما بين سنة 1947 وسنة 1956. استضفنا في هذه الحلقة الأستاذ الباحث محمد المزيوي، الذي في حديثي معه خلال هذه الحلقة أبرز لنا التضحيات الجلال التي قام بها هذا الملك المفدى، وساهمت في حصول المغرب على استقلاله في 18 من نوفمبر من سنة 1956. انتقلنا بكم أيها المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الكريمات،
في سلسلة حلقات برنامج الذاكرة والتاريخ إلى الحديث عن الهجرة والتحركات البشرية خلال العصر الوسيط. واستضفنا لكم أستاذا من العاصمة الإسماعيلية وهو الأستاذ الباحث عبد الواحد الناصري، الذي تحدث لنا عن حركة السكان في الغرب الإسلامي وخصوصا المغرب الأقصى في الفترة الوسيطية. كذلك انتقلنا بكم للحديث عن مدينة لها من العمر أزيد من 1200 سنة، أتحدث هنا عن مدينة فاس. استضفنا لكم في هذه الحلقة الأستاذ الباحث خالد القرش، الذي تحدث لنا عن ثقافة الحمامات التقليدية وثقافة توزيع الماء بمدينة فاس، وقد أفاد وأجاد في الحديث عن هذا الموضوع الذي شممنا من خلاله عبق الحضارة الفاسية. كان الختام ختاما مسك باستضافتنا للطالب الباحث في الدراسات اللسانية من الديار الأمريكية الأستاذ الباحث محمد الأمراني، للحديث عن موضوع المغرب وفلسطين، ذاكرة مشتركة وعلاقات متينة. فكانت هذه الحلقة فرصة لتسليط الضوء على علاقة المغاربة الذين لهم حارة في القدس سميت باسمهم، وهي حارة المغاربة، وكيف ضحى المغاربة في سبيل فلسطين، وكيف كان المغاربة كلما ذهبوا إلى الحج لا بد لهم من زيارة بيت المقدس. مشاهدينا الكرام، مشاهداتنا الكريمات، عند تلبية لرغباتكم وطلباتكم سنشرع إن شاء الله في تصوير موسم جديد من برنامج الذاكرة والتاريخ في مواضيع شتى. وأهيب هنا إلى أننا بصدد الاستعداد لتصوير العديد من الحلقات، مثلا الحديث عن فترة المغرب منذ الاستقلال، وسنتحدث عن أهم الأحداث التي دارت بعيد حصول المغرب على الاستقلال، من مثلا حرب رمال، كذلك انقلابات خلال فترة الغليان، وكذلك أبرز السياسات التي ساهمت في بناء الدولة المغربية الحديثة. وسنستضيف لكم الأستاذ الباحث محمد الفزازي. كذلك سنعرج للحديث عن سلطان لم تعطيه الدراسات التاريخية حقه، وهو السلطان يوسف بن الحسن، وهو جد الملك المفدى محمد الخامس. وسنستضيف لكم فضيلة الدكتور محمد العزوزي. كذلك سنطرق باب دراسة السياسة الجبائية خلال العهد الموحدي، وسنستضيف لكم الأستاذ الباحثة فاطم الزهراء أقوقة. كذلك سنحاول خلال هذا الموسم تسليط الضوء على العديد من الشخصيات العمومية التي ساهمت بشكل كبير في إغناء الذاكرة التاريخية المغربية، وأخص هنا فئة العلماء وكذلك الفقهاء والرياضيين والأساتذة الذين شكلوا لنا ولآبائنا ولأبنائنا في المستقبل ذاكرة جماعية مشتركة. مشاهدينا الكرام، ابقوا معنا إن شاء الله، موسم جديد في إطار النبش في الذاكرة والتاريخ عبر قناة فاس تي في آن، التي تتمنى لكم الأفضل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما تنسوش ديروا أبوني بقناة فاس تي في آن وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد.